بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أبنائنا طلاب الصف الخامس الابتدائي. إن شاء الله النهاردة معنا أولى باراجراف المنهج الجديد 2023. باراجراف ممكن ينطلب مني باراجراف من 30 أو 40 كلمة عن طعامي المفضل my favorite food. ممكن باراجراف 30 40 كلمة أو على الأقل 5 جمل. تعالوا مع بعض نتعرف how to write this paragraph، ولكن في البداية كلنا مع بعض اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. Write a paragraph of 5 sentences about my favorite food. اكتب paragraph من 5 جمل أو من 30-40 words، 30-40 كلمة عن my favorite food. والكلمات الguiding words: healthy, fruit, vegetables, bananas, unhealthy. تعالوا مع بعض نتعرف how to write about this topic، يعني ازاي نتكلم عن هذا الموضوع. طبعا بنتكلم I like healthy food. اول جملة I like healthy food، انا بحب الطعام الصحي. mom cooks healthy food، مامتي بتطهو طعام صحي. mom cooks healthy food. I eat fruit and vegetables. I eat، أنا بأكل فاكهة وخضروات. My favorite food is fish and chicken. My favorite food is fish and chicken. الطعام المفضل عندي fish، يعني سمك، and chicken. Also I like eggs and meat. Also يعني أيضا أنا بحب البيض and meat اللحمة. I like bananas, apples and grapes. I like، أنا بحب الموز والتفاح، and grapes العنب. I like bananas, apples and grapes. I don't like unhealthy food. I don't like، أنا لا أحب الـ unhealthy food، الطعام غير الصحي. It's bad for me. It's bad for me يعني هو بيضرني. يبقى احنا كتبنا الوقت عندنا 1 2 3 4 5 6 7، يعني ده 7 جمل كمان وسهلين جدا وكلهم جمل بسيطة. ولو جينا نعد الكلمات هنجدها 40 أو يعني أكتر ببسيط، يعني تقريبا كده 40 كلمة. هو طبعا لم يحدد كلمات الباراجراف يعني حتى الآن، ولكن احتمال إنه يكون 4 5 جمل أو 6 جمل، أو يكون عندنا الباراجراف من 30-40 كلمة. مرة تانية I like healthy food. I like healthy food. I like healthy food. Mom cooks healthy food. Mom cooks healthy food. Mom cooks healthy food. I eat fruit and vegetables. I eat fruit and vegetables. My favorite food is fish and chicken. My favorite food is fish and chicken. Also I like eggs and meat. Also, I like eggs and meat. I like bananas, apples, and grapes. I like bananas, apples, and grapes. I don't like unhealthy food. I don't like unhealthy food. It's bad for me. It's bad for me. طبعا دايما بذكركم ان احنا عشان نكتب باراجراف بطريقة صح ونحصل على درجة نهائية، في بداية الجملة الاولى بنترك مسافة كلمة، وبنبدأ الباراجراف بحرف كابيتال وبنترك مسافة ما بين كل كلمة والتانية، وفي نهاية الجملة بنحط فلوستوب ونبدأ الجملة التالية مباشرة بعد الجملة الاولى، وبرضه بنبدأ بحرف كابيتال وفي النهاية بنضع فلوستوب. والجمل عندي متواصلة، يعني مكان ما احط النقطة ابدأ بالجملة الجديدة بحرف كابيتال، وفي النهاية خالص بنضع فلسطوب يعني نقطة. تعالوا مع بعض نقرأ كلنا. I want all of you، عايزين كلكم read it alone، نقرأ لوحدنا. ها أول جملة إيه؟ I like healthy food. Mom cooks healthy food. I eat fruit and vegetables. My favorite food is fish and chicken. My favorite food is fish and chicken. Also, I like eggs and meat. Also, I like eggs and meat. I like bananas, apples, and grapes. I like bananas, apples, and grapes. I don't like unhealthy food. I don't like unhealthy food.
It's bad for me. It's bad for me. ومن هنا وصلنا لنهاية باراجراف اليوم، وانتظرونا مع حلقات أخرى لمنهج الصف الخامس الابتدائي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.